السلام عليكم. في صفحة ال HTML اللي احنا عاملينها لما بقرب الماوس من اللينك ما بيدينش حاجة خالص. طيب انا عايز لما اقرب منه يبدأ يتفاعل معايا، فهقول له في قلب ستايل على اساس ان دي حاجة تبع ال CSS، هقول له ال A وادي له نقطتين واقول له اكتف، واقول له الاكتف ابدأ اقول له بين اقواس كده color، واختار اللون ده لما يكون اكتف، واقفل السيمي كولون. وبعد كده اقول له لو الاي ديت، خلينا نقول له مثلا هوفر، ابدا بعد كده افتح القوسين، ممكن احط فونت، ممكن احط كلر زي ما انا عايز كلر، واروح مثلا بديله اللون دوت، واقفل السيمي كولون، وهكذا. كل الحاجات اللي انت عايز يتفاعل معاها تبدأ تختار ديسيبل مثلا امتي فيرست فوكس، وبعد كده تبدأ تفتح الأقواس، وأقول له هنا مثلا ممكن فونت فاميلي زي ما انت عايز كولر، وأبدأ أختار لون من الألوان الموجودة ريد مثلا، واروح حاطط السيمي كولن. اجي هنا اول ما بقرب الماوس بتلاقي اللون اتغير، لما تعمل فوكس بيديك اللون الريد، وهكذا.